عليكم اخواتي متتبعات شهوه سليمه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ولقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه يا رب. الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار او الوصفه ديالنا ديال هذا النهار غادي تكون طريقتي في تحضير طنجيه اكسبريس بالغنمي، باللحمه الغنمي، كتجي اكثر من رائعه. المكونات ديالها بسيطه في المتناول. غادي نرافقوها ان شاء الله بسلطه الخضر اللي هي ضروريه في هذا الوقت هذا، يعني ما ناخذوش غير اللحوم بوحديتهم، ضروري من السلطات. وغادي نرافقوها ان شاء الله بعصير حتى هو كيجي ممتاز، غادي ينفعنا ان شاء الله وكيهضم، اللي هو عصير موخيتو الاسباني، ان شاء الله غادي يعجبكم. خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير، نشوفوا الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الطبق. هذا كيجي اكثر من رائع الاخوات، كنأكد عليها كيجي ممتاز ان شاء الله، يكون حاضر في هذه الوصفات او لو الوجبه ديال عيد الاضحى المبارك. فعلا الانتعاش بهذا المشروب هذا كيجي روعه الاخوات. بسم الله على بركه الله. المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا الطبق، كناخذو كميه من اللحم اللي كيكون مجمد، يعني كنكونو دايرينو في المجمد مباشره من المجمد، يعني ما كيتطلقش بحال هكا. شوفوا معايا باقي فيه الثلج، كيحيتو انا من البلاستيك الغذائي اللي كان فيه، حطيته هنايا مباشره. خذوا الكميه اللي كتناسبكم، انايا هنا خديت خليط ما بين الضلعه وعندي حتى القطع من الكتف، هما اللي وضفت في هذا الطبق. هذا عندي في التوابل معلقه كبيره ديال القزبر يابس، معلقه صغيره عامره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال السكينجبير. بالنسبه للكمون والقزبر يابس كيبقاو العطريه على حسب الكميه اللي عندكم ديال اللحم. اللي كنغلبوا هو الكمون، عفوا الكمون والقزبر يابس، القزبر يابس شويه بزايد. وهنايا عندي راس ديال الثومه بحال هكا مغسول، وعندي واحد ثلاثه الحبات ديال سنينات ديال الثومه، غادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه، شويه ديال الزعفران الحر، شويه ديال السمن، السمن الحار اللي كنديرو في كسكسو ولا الحريره هو هذا السمن. وعندي هنايا نص حامضه مصيره، وعندي نص كاس ديال زيت بلديه. شوفوا نتوما على حساب اللحم اللي عندكم واش كيكون ميدوم ويعني فيه الشحمه اولا لا، نقصوا شويه الزيت. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا الطبق ديال اللحم اولا الطنجيه ديال اللحم اكسبريس. وغادي نحتاجو الماء على القياس اللي غيطيب لينا هذا اللحم. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ندير القطع ديال اللحم ديالي هكا مباشره في طنجره الضغط ونرجع. بسم الله، القطع ديال اللحم هما هادو درناهم في طنجره ديال الضغط كيف قلت لكم مباشره، وكندير عليهم هاد العطريه هادي. ما تنساوش شويه ديال الملحه، ما حطيتهاش حدايا اولا ما ذكرتهاش عفوا، غير شويه وردوا البال لان الغنمي كتبان فيه الملحه. مباشره هاد الكركوبه ديال الثومه، قطع ديال الحامض مصير، وعندي هنايا السمن غادي نقص شويه. هنا عندي شعيره ديال الزعفران الحر بحال هكا، وهادو الدريسات ديال الثومه غادي نحكهم بحال هكا. كتجي واحد الطنجيه الاخوات لذيذه لذيذه بزاف، وكتوجد بسرعه، يعني واخا يكون عندنا اللحم في المجمد ها حنا كنجبدوه مباشره كنوجدوها، سريعه التحضير والاهم انها لذيذه. زيت بلديه كيف قلت لكم كتبقى على حساب النوع ديال اللحم عندكم كيفاش داير. وهنايا غادي ندير الماء مباشره، ديروا القياس اللي غيطيب لكم الكميه اللي درتو ديال اللحم. كنسد الطنجره ديالي ديال الضغط، ومره مره كنبقى نحرك في الطنجره بهذه الطريقه هذه، باش ملي كيذوب اللحم اولا كيتفك كيتقاس كله بالعطريه اللي درنا فيه. كيف قلت مره مره الاخوات كنبقاو نحركوها بهذه الطريقه باش كيتقاس كامل بالعطريه. غادي نسد الطنجره ديالي ونشعل عليه يطيب، وكنقصوا ليه درجه الحراره باش كيطيب على عافيه مهيله كيف قلت الاخوات، وغادي يجي ان شاء الله غزال هذا الطبق هذا في هذه الوقيته اللي كيكون تيطيب. ندوزو نشوفوا السلطه المرافقه. بالنسبه للسلطه المرافقه غادي نحتاجو ليها، عندي هنايا جوج فلفلات خضراء وحمراء مغسولين هما الاول، عاد غادي نشويهم، من بعد كنديرهم في بلاستيك غذائي باش كتحيد ليهم القشره ديالهم ونقطعهم مكعبات، ما كنعاودوش نغسلهم، هكا تكون فيهم نكهه شواء. عندي جوج جزرات اولا جوج خزويات، جوج بطاطات. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نقطع الجزر ديالي مكعبات صغيره، وغادي نديرو يتسلق في ماء مملح في النص ديال الطياب، غادي نضيف ليه البطاطا، وعندي واحد شويه ديال الجلبانه اولا البازيلا ما حطاهاش هنايا
حتى هي في النص ديال الطياب غادي نضيفها. الا حطيتها كدي كونجولا مباشره من المجمد مع السليق ديال هاد الخضر. وهنايا زلافه ديال الروز غادي نسلقها في ماء مملح عفوا، وغادي نسقطرها ونخليها حتى كتبرد. وعندنا عناصر اخرى غادي نضيفوها وحنا كنصيبو في هاد السلطه مع بعضياتنا. بعد ما نوجد هاد العناصر نرجعو باش نكملو بقيه الوصفه. الرز ديالي بعد ما تسلق وصفيته كنخليوه حتى كيبرد، كنخليوه على جنب دائما بحال هكا، وكناخذوا منه كميه. حاولوا دائما تغلبوا الخضر على الرز. نكتفي بهذه الكميه هذه في الاول. وهنايا شوفوا معايا عندي الخضر ديالنا اللي هي البطاطا خيزو وجلبانه. كيف قلت لكم سلقتها مع بعضياتها، غير هي كتبقى يعني بالتناوب. كندير الجزر هو الاول، كنتبعوا البطاطا هكا كيتسلقوا في ماء واحد، يعني ما كنضيعوش داك المكونات اللي كتكون في الخضر، كيبقاو في اللون ديالهم. وهذه الفلفله اللي شويت الخضراء والحمراء وضفت عليهم بصيله وحده صغيره بحال هكا مقطعه مكعبات رقيقه، يعني نحاولوا نديروا حتى الخضر مع اللحوم. حاولوا تاخذوا السلطات الاخوات ما تفرطوش فيهم. وهنايا عندي الذره معلبه مصفيها وغسلها، وهنا علبه ديال الثوم حتى هي مصفيه. هادو هما المكونات اللي غادي ندير في هاد السلطه هادي. ندوزو نشوفو الصلصه اللي غادي نجمع بها هاد السلطه هادي. بالنسبه للصلصه غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال المايونيز، ممكن تصايبو ديال الدار. شاركتو معكم اكثر من مره الاخوات كيكون ناجح. اليوم غادي ناخذ هذا الجاهز، وعندي معلقه صغيره ديال المطارد، وهنايا شويه ديال الابزار، غير راس معلقه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وهنايا عندي شويه ديال الخل ديال الحامض، وغادي نخففها بشويه ديال الزيت. هنا عندي خليط ما بين زيت بلديه وزيت روميه، كيبقى لكم الاختيار. الا بغيتوا ديروا غير زيت نباتيه ممكن. وغادي نخففهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيتجانسوا، يعني كنحلهم مع بعضياتهم. وها الصلصه واجده على هذا الشكل. كنخلط المكونات ديال السلطه مع بعضياتهم، وكنضيفوا الكميه اللي كتناسبكم ديال الصلصه ديال المايونيز. ما غاديش نكثر انا بزاف، غير واحد شويه. وغادي نجانس المكونات كاملين ونشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله. طبيعة الحال غادي نديرها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان. نشوفوا الحيمه ديالنا فين وصلت، ونشوفوا العناصر اللي غادي نحتاجو للشراب المرافق. بالنسبه للمشروب المرافق اللي هو مشروب موخيتو الاسباني، كيجي روعه الاخوات، كيهضم فعلا، كيستحق تجربه. غادي نحتاجو ليه عندي حامضه هنايا اولا ليمونه بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه، هنايا ليمونه. الا كان عندكم خضره يكون احسن، ما توفراتش ممكن انكم ديروا حتى الصفرة. عندي اوراق ديال النعناع يكونوا طريين، وهنايا قرعه ديال هاد المشروب اولا الماء الغازي اللي توفر لكم. ممكن ديروا هاد النوعيه، ممكن ديروا واحد النوعيه اللي هي خضراء، يعني القرعه ديالها خضراء. اول حاجه غادي نبداو بها كناخذ هاد الحامضه هادي اولا الليمونه، غادي نقطعها هنايا باش ما نجرحش هاد الخشيبه اللي حاطه هنايا. غادي نقطعو دوائر بحال هكا، كيهضم بواحد الطريقه ومنعش منعش، سبحان الله. انا كيعجبني هذا المشروب، وكنفضل نديرو في هذه الوقيته هذه ديال وصفات عيد الاضحى اولا وجبات عيد الاضحى، لانه كيهضم بطريقه زوينه. غادي نوريكم هنا، حيدوا منها العظم. انا سبحان الله هذه ما فيهاش العظومه، غير واحد جوج حبات هنايا غادي نحيدهم، جوج عظيمات هنا. كيهضم ومنعش، جوج عظيمات هما اللي كاينين فيها. وهنايا عندي وريقات ديال النعناع، خدوا غير وريقات على هذا الشكل ماشي بلعصيه، باش نصايب معكم انا غير واحد الكاس باش يبقى بارد.
هنايا طبيسيل غير باش نضغط عليها بسم الله، وهنايا عندي واحد الكاس باش نضغط على الحامضه باش تخرج ليا الماء اللي فيها. من الاحسن نديرو ليها بحال هكا، وكنجي كندير الوريقات ديال النعناع هما هنايا في القاعده. هذا كاس نوريكم انايا كاس، هنايا هاد الحامضه، وغادي نفرغ هاد السائل حتى هو ديال الماء اللي في الحامض هكا باش تخرج ليا الماء، علاش ما قديت يعني باش ماشي غنفرغ المشروب هكايا صافي. بسم الله، وكنفرغ هاد الماء الغازي او المشروب الغازي. روعه الاخوات روعه، ما بغيتش نكمل الكيسان كاملين هكا باش يبقى محافظ على الجهد ديالو والنكهه ديالو حتى نبغي نقدمهم. هذا هو مشروب موخيتو الاسباني، فعلا كيستحق تجربه الاخوات، كيجي ممتاز. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال الطبق اللي صايبنا مع بعضياتنا. فاش كنشوفوا الحيمه ديالنا طابت يعني كنخشيو السكين وكنلقاو اللحم طيب، كنعريو القفاله وكنخليو اللحم يتشرب في المرق ديالو. من الاحسن نخليو القفاله عريانه يعني عفوا الطنجره عريانه، هكا كيولي اللون محمر في اللحم. خليوها حتى تشرب مزيان وتوقف في المرق ديالها، وتيكون هذا هو الشكل النهائي اخواتي ديال الطبق اللي صايبنا مع بعضياتنا. تيجي اكثر من رائع، ما تردوش اخواتي انكم تجربوه وتقدموه في هذه الايام ديال عيد الاضحى المبارك. هنايا بالنسبه للطبق ديال اللحم قدمته مع شويه ديال الكمون، الحامض مصير، وهذا الرص ديال الثومه كيجي على هذا الشكل، كيجي ممتاز الاخوات يعني كيدوب في اللحم، كيجي كيدوب في الفم الاخوات، فعلا كيستحق التجربه، ما كيكونش فيه الدهون، كيجي على هذا الشكل الاخوات. كنتمنى فعلا الاقتراح ديال هذا النهار ينال استحسانكم اخواتي، وما تردوش تجربوا حتى السلطه وحتى هذا العصير المنعش، فعلا كيستحق التجربه اخواتي. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار ينال استحسانكم، وكيف ديما ما تبخلوش عليا باللايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي. بارطاجيو الفيديو مع العائله والاهل والاحباب باش تعم علينا الفائده كاملين. محتاجه تشجيعاتكم تعليقاتكم الراقيه اللي كتحفزني وكتشجعني باش نعطي المزيد. خليت لكم الراحه، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.